احنا وقت في عمليات مستشفى النصر تخصص الاطفال، احنا اول ما ندخل العمليات عندنا حوض تعقيم، ده اي حد بيدخل عمليات لازم المفروض بيقف عنده عشان يتعقم، يغسل ايده ويعقم ايده قبل ما يدخل عمليات. عندنا اربع غرف عمليات، عندنا عمليات واحد دي بنشتغل فيها حالات عظام، عمليات العظام، عمليات اتنين بنشتغل فيها عمليات جراحة، عمليات تلاتة بنشتغل فيها عمليات القلب المفتوح، وعمليات الكبسولة دي آخر عمليات عندنا، عمليات رقم أربعة دي غرفة الكبسولة بنشتغل فيها عمليات القلب المفتوح الأطفال. أنا أوريكم بس الأوضة وبعد كده أشرح لكم الأجهزة كلها في عمليات تلاتة. عندنا هنا ده كشاف إشعاع، ده كشاف الإشعاع، ده الدكتور في عمليات القلب بيحتاجه عشان يشوف الإشعاعات بتاعة المريض وهو خلال العملية، نوطي الإضاءة ونعليها عادي. وعندنا شاشة، عندنا شاشة الدكتور بيقدر يبص على حالة المريض من خلال فلاشة وخلال سي دي روم بتاع القسطرة بتاعه من خلال الشاشة دي. عمليات ثلاثة، احنا هنتكلم دلوقتي في عمليات ثلاثة ونشرح الأجهزة كلها في عمليات ثلاثة وكل جهاز بيعمل ايه. الباب كده كده بيتفتح اوتوماتيك لوحده بعد التعقيم، تمام. عندنا دي أوضة العمليات، دي مخصصة لعمليات القلب المفتوح، فيها كل الأجهزة العملية بتحتاجها. أول حاجة ده جهاز تخدير، في فوق ده شاشة مراقبة المريض خلال العملية كلها، لما من أول ما بيتخدر لحد ما العملية بتخلص، تمام. أول ما بنبدأ في الجهاز، الجهاز بيقول لنا عايز تعمل له التيست بتاعه او الاختبار بتاعه كل يوم. اول ما الجهاز ده بيتفتح لازم تعمل له التشيك بتاعه. اول حاجة بندوس في التشيك اوت، فايل تيست، دوس عليها. الجهاز كده كده بيدي لك الصور وبيقول لك الخطوات اللي انت ممكن تعملها. انا كده كده هبدأها بالعربي للناس او هبدأها بالصور اللي انا للناس اللي ضعيفة شوية في الانجليش. اول حاجه بيقول لي افتح الدايره، بيقول لي افتح الدايره حسب الصوره برضه، بيقول لي افتح الدايره، فانا قمت فاتح الدايره، قمت دايس كونفيرم، فبيبدا يعمل اختبار بتاعه، تيست بتاعه عن الدايره للفنتريتور، جهاز التنفس الصناعي. بعد كده بعد ما اخلص، لما انا فتحت له الدايره بيقول لي اقفل الدايره تاني، بقوم قافل الدايره تاني، بدوس له كونفيرم. دلوقتي عايز يعمل اختبار على غازات تخدير اللي هي الايزو والسيفو، فبيحدد لي ان انا عايز اعمل لانهي واحد الاختبار بتاعه، اذا كان السيفو او الايزو. انا كده كده هقول له على الاثنين اللي انا اعمل الاختبارات عليهم كل يوم، فبقول له كونفير، فبيبدا يقول لي ايه، فبيبدا يقول لي ان انا افتح 1% عشان يبدا الاختبار، واقوم فاتح له 1%، ادوس له كونفير. بعد كده بيقول لي اقفل 1% اللي انا كنت فاتحه، اقفل 1%، ادوس كونفيرم، فبيقول لي حول بقى للغاز التاني، فبقوم فاتح له برضه 1% بتاعه، ادوس كونفيرم. بعد كده يرجع تاني يقول لي اقفل،
ارجع اقفل 1% اللي انا كنت فاتحه ودوست كونفيرم. ده لو كان في ليك او في اي مشكلة يبدأ ايه يقول لي عليه. دلوقتي بيعمل اختبار على الغازات، المفروض اللي داخله للجهاز. عندي هنا اكسجين واير، فهو هنا بيبدأ على الاكسجين، بيقول لي هتفتح الاكسجين لتلاتة وما فوق، فبقوم هنا فتح له اكسجين على تلاتة وما فوق عادي، يعني بيبان هنا نسبة الاكسجين اللي داخله. خلص تمام، بيقول لي المفروض هنا اقفل الدايرة، بقوم اقفل الاكسجين اللي انا كنت فاتحه. هنا بيقوم محول لي تاني على الاير، بيقول لي برضو نفس اللي انا عملته مع الاكسجين هعمله مع الاير، فبقوم جاي فاتح الاير لغاية تلاتة وما فوق، بيديني برضو تحت، فتحت اهو 6 و9. وبعد كده بيقول لي اقفل تاني الاير اللي انا كنت فاتحه، قفلته. وبعد كده الجهاز بيطلب مني ان انا احول الفنت لي من اوتوماتيك لعادي، فبقوم محوله. بيطلب مني ان انا اعمل ما بين اي بي ال هنا ما بين 30 و70، فبقوم احددها ما بين 30 و70، بقوم دايس له هنا كونفيرم. بعد كده بيقول لي افتح الدايرة، اقوم دايس كونفير. كده الجهاز يبدأ اللي هو يشتغل عادي. كده الجهاز تمام اللي هو يشتغل. لو عايز اعمل له كاليبريشن عن الفلو، تمام. انا اول حاجة عندي دي الباك بتاعتي، باك دي اللي بتبين لي نسبة الهواء اللي داخل في الرئة او الرئة بتاخد قد ايه. عندي تحت الصودا لاين، الصودا لاين ده زي فلتر بيفلتر الهواء اللي داخل الفنتليتور، تمام. فانا كده الجهاز بالنسبة لي يبدأ يشتغل. عندي دي شاشة مراقبة مريض، ده للمريض لما بيدخل، من أول ما بيدخل أو ما بتخدر لغاية لما بيطلع من العمليات. عندي أول كابل، ده كابل الأرتيريال، ده بيقيس ضغط الجسم خلال العملية. عندي تاني كابل ده الحرارة، بيتوصل لقياس حرارة جسم المريض. عندي الكابل التالت ده كابل بتاع الاي سي جي، ده بتاع رسم القلب، بيرسم رسم القلب خلال العملية. خلصنا جهاز التخدير. عندي دي سيرنج بامب، دي سرنجة محاليل، دي بتشتغل بنحتاجها في العمليات اللي هي او غير عمليات اللي هي بنحط فيها سرنجة بنوديها للمريض خلال وقت معين. يعني انا محتاج ان انا مثلا اديله 100 جرام دواء مثلا في ساعة، فانا بظبط هنا
بفتح بيطلب مني ان انا احط السرنجة بتاعتي. بيطلب مني احط السرنجة بتاعتي، وبعد السرنجة ببدأ بقى اظبط هو المريض ده هيروح له الدواء ده في خلال قد ايه حسب ما الدكتور يحدد. عندي هنا الاجهزة دي. اول جهاز ده جهاز اي بي جي، ده تحليل غازات دم. ده بنحتاجه في العمليات، ان هو لما الدكتور بيحتاج يشوف غازات الدم للمريض بيعمل له عينة من هنا. تمام. عندي الجهاز اللي جنبه ده جهاز اي سي تي، ده بيحلل غازات دم برضه في عمليات القلب المفتوح. بيحتاج الجهاز ده، عفوا معلش، الجهاز ده بيحلل سيولة الدم. بيحتاج الجهاز ده عشان يعرف نسبة سيولة الدم ايه في الجسم في عمليات القلب المفتوح. وعندي ده دياسيرم، ده جهاز كي وقطع جراحي. ده بيستخدموه في اي عملية في العمليات عامة، اللي هو يكوي الجروح او يقطع في الجلد. عندي هنا دي مكنة قلب ورئة صناعي. مكنة بتتكون من 4 طرمبات. عندي او 4 طرمبات واتنين مزدوجة. عندي حسب ما الدكتور بقى بيستخدم او اللي قاعد على المكنة بيستخدم الطرمبات دي يشتغل ايه. عندي هنا الترومبة دي بيشتغل فيها، اللي هي بتحل محل القلب. الترومبات دي كلها بتشتغل كده، بتشتغل كشفط او كهيئة بتحل محل القلب، بتضخ الدم للجسم. وعندي الجهاز ده جهاز تدفئة وتبريد الدم.